فوزي عبد الغني اللي تمكن من تسجيل جوج ديال الاهداف. متابعه مره اخرى مع الزميله منيا حلبيده. بعد فترة راحة دامت 3 أسابيع، الوداد الرياضي رحل إلى العيون لمواجهة فريق شباب المسيرة. أول فرصة في اللقاء منحت ضربة جزاء لشباب المسيرة، لم يستغلها اللاعب عبد الرزاق سقيم. اللاعب نفسه حاول تدارك الموقف ما بعد لكن دون جدوى، لكن إصراره مكنه من تحقيق مبتغاه ليتمكن من تسجيل هدف السبق من رأسية وجدت طريقها إلى المرمى. جماهير الوداد لم تنتظر طويلا ليتمكن اللاعب فوزي عبد الغني من تعديل الكفة في الدقيقة 16. باسكال أنغان هو الآخر ترك بصمته في هذا اللقاء بإضافة هدف ثاني للوداد في الدقيقة 30. محاولة شباب المسيرة لتدارك الموقف لم تسفر عن أي جديد، وهنا تسديدة عبد الرزاق سقيم تمر محادية للمرمى. فوزي عبد الغني يؤزم وضعية الشباب ويعود لإضافة هدف ثالث في الدقيقة 44. خلال الشوط الثاني كان أمل الشباب كبيرا في تدارك الموقف لكن دون جدوى. الوداد يكتف من ضغوطاته على مرمى زهير عفيفي، وهنا ورقة حمراء للاعب شباب المسيرة محمد الوهابي، مما جعل فريق الشباب في وضع لا يحسد عليه. باقي محاولات اللقاء لم تسفر عن أي جديد يذكر، ليعود بذلك فريق الوداد الرياضي ب3 نقاط ثمينة من قلب مدينة العيون. فمقابل واحد سجل لشباب المسيرة. مباراة كانت متحركة هشام، 4 ديال الأهداف. فريق الوداد استفاد من يعني الخروج ديالو، بالتالي يعني قلص الفريق لنقطة واحدة. يعني أعتقد بأن المباراة كان فيها جميع الأهداف، الطرد، كل شيء كان في المواجهة. فعلا هي كانت مباراة قوية، وحتى أرضية الملعب لو كانت هناك أرضية أحسن وربما كنا نشوفوا مستوى تقني أرقى. الوداد البيضاوي عودة باسكال من كأس إفريقيا وعودة أجدو من توقيف ربما أعطى ركيزة أساسية في وسط الميدان، وبالتالي تسيد وسط الميدان. تألق لافت للاعب فوزي عبد الغني اللي أصبح اليوم لاعب أساسي في فريق الوداد البيضاوي، وكذلك تألق للحارس نادي المياغري. وكنظن بأن الوداد البيضاوي ربما يسير بثبات رغم هزيمته أمام الدفاع الجديد اللي كانت كبوة، إنما يبقى دائما فريقا قويا. حتى الطرد ديال الوهابي أعتقد بأنه الطرد كان مشروع، نتمنوا تقدر أنه تحرمنا من اللاعب لأنه كان بإمكان يكون هناك كسر يعني فعلا، لأنه كان تدخل عدواني. صح. وبالتالي يعني من الأحسن اللاعبين أنهم يتفادوا مثل هذه التدخلات الخشنة لأنها تسيء. نعم. باللاعبين كذلك. نعم حسين، التوقف ديال البطولة